سؤالها التاني انه عليهم دين هي اخدته، وفي واحد صاحب الدين 54 سنة وبنتها صغيرة عايز يتجوزها بعقد مؤقت عبال عشان ما تتحبس. يعني الحاجات دي الواحد ساعة ما يجي يجاوب عليها بيبقى بيمسك نفسه، يعني لازم نبقى عارفين انه الزواج ليه شروط واركان، لو تمت الشروط والاركان بيقع هذا العقد صحيحا سليما، لكن اشتراط التوقيت في العقد لا يجوز. انا هتجوزك 4 شهور لا يجوز، ولا ننصح بفعل ذلك ابدا، وده يعني ما فيش مروءه، ان ليس عنده مروءه انه يعمل كده معاكم، انه مقابل ده ياخد ده. فاحنا بننادي اهل الخير باستنقاذ البنت وامها من مثل هؤلاء الاناس اشباه الرجال اللي ممكن يتصرف مثل هذا التصرف، ونسال الله سبحانه وتعالى السلامه وسل الله الفرج، وحاولي اسعي في الاماكن اللي الناس بتقرض او الناس بتحل الازمات دي، واحنا برضو من خلال قلوب عامره، ولو عندك البيانات بتاعتك وافيه مستوفيه البيانات بتاعتك دي، اذا اي حد من اهل الخير طلبها احنا عقب الحلقه بنسلم الطرفين لبعض، ولكن بيستوثق كل طرف، الطرف يستوثق من خلال البيانات انها اهل احتياج، احنا مش جهة لا تحقيق ولا اثبات بانه من يقول شيء هو صادق او غير ذلك، لكن احنا يعني على طول بناخد كلام حضراتكم بالصدق وكل شيء، لكن اللي هيحب يساعد هيحتاج الاوراق التي تثبت ذلك، وان شاء الله اهل الخير يعني يستنقذوا هذه الفتاة وامها.